عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. صحيح البخاري. أنسي كري مالك رضي خداي لسرب دجارتوا كبيغمبر درودي خداي لسرب فرمويتي هر مسلمانك نمامك بنجد مروفيك يان آجالك لي بخوات او وقتاك يك بويدا نسرت.